بداية بداية أنا شاكر أهل بكيز ومهنئهم على هذا الحضور المكثف والمتميز والنوعي، وكيف قالوا الخلطة اللي فاتوا تكلموا قبلنا، يعني أهل بكيز عودونا على مثل هذه الاجتماعات وهذا الاندفاع في هذه القضايا الوطنية الكبيرة. وهذا طبعا الحضور المكثف والنوعي والجماهيري الكبير يدل على ان اهل الركيز انهم مهتمين بقضايا الوطن ومهتمين بالقضايا العامة ومهتمين مولي ومساندين توجهات رئيس الجمهورية. تعرفوا على ان هذا المهرجان معدل تأييدا ومساندة لمخرجات الحوار اللي اسفرت عنه الايام الأخيرة اللي كانت تحت عنوان الحوار الوطني الشامل، واللي نتجت عنه مخرجات وكان من القيم المضافة واللي كبرت هذا الحوار وأعطاته قيمة، يكون افتتح من قبل رئيس الجمهورية واختتم من قبل رئيس الجمهورية بذاك الخطاب المؤثر التاريخي اللي تفاعلت معها الموريتاني، حتى بما فيه معارضة موريتاني تفاعلت مع ذاك الخطاب. طبعا كل عنده حاجة في نفسه، لكن بعد المهم ان خلق التفاعل مع ذاك الخطاب. هذا الخطاب اللي كان تتويجا لهذا الحوار اسفر عن نتائج، وهذه النتائج الحوار يشعل بعضها في مواد دستورية لاهي تجيكم هون تصوتوا عليها. المادة الأولى اللي كان فيها يتعلق باستبدال مجلس الشيوخ بمجالس شهوية للتنمية تنبثق من المقاطعات. الإصلاح الثاني كان يتعلق بالنشيد الوطني وبالعلم الوطني، فيه تحسينات كيف قال لكم النائب اللي تكلم قبلي، فيه تحسينات في العلم الوطني، لا العلم كيف ما كان لكن ينضافوا له خطين أحمرين، واحد الفوق وواحد التحت، يعبروا عن نوع من الوفاء كيف قال لكم للشهداء واستعداد مولي لبذل الدماء تضحية ودفاعا عن هذا العلم اللي هو رمز السيادة ورمز الوطنية. فما أيضا جانب ثاني من هذه الإصلاحات الدستورية يتعلق بدمج المجلس الأعلى الإسلامي وهو وسيط الجمهورية في مجلس واحد، ينقال المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. وفم إضافة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إضافة له الجانب البيئي، ياك يصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذه هي الإصلاحات اللي لاهي توضع ضمن مواد دستورية واللي مطلوب من جميع أهل موريتاني وفي طليعتهم أهل الركيز أنهم يصوتوا عليها وأنهم يحتفوا بها ويعرفوا أنها هي التعديلات اللي تبناها رئيس الجمهورية وتبناها هذا النظام وتبناتها ايضا المعارضه المحاوله. ولذلك جاء هذا المهرجان مسانده ومؤازره وتأييدا لهذه المخرجات. فما التذكير ووصيه هي اللي لاهي نقدم لها الكيس. التذكير فهذا قالوا بعض الخلطه، وهو ان لاهي نذكرهم ببعض الانجازات اللي عدل رئيس الجمهوريه، وهذا التذكير لاهي تنبنى عليه وصيه واللي لاهي نوصيهم عليها. بالنسبة للإنجازات لاهي نذكر منها بعد ثلاث محاور رئيسية. الإنجاز في المجال الأمني، ثم تعرفوا عن الأمن هو أهم شيء يحتاجه الإنسان، لأنه الإنسان ما رى الأمن ما هو لاهي ينمي ولا هو لاهي تاجر ولا هو لاهي يعيش مطمئن ولا هو لاهي يعدل أي شيء من مناشط الحياة اللي يحتاج لها في حياته اليومية. ولتعرفوا على الأمن الرئيس اتخذ الاستراتيجية في ثلاث محاور. المحور الأول هو جاهزية القوات المسلحة بالأسلحة وبالتدريب، وذاك الدور تعودوا شفتوه. الثاني هو حماية الحدود بنقاط الحدود. الثالث هو ذي اللي ينقالوا الحالة المدنية، وهذه المحاور الثلاثة تعرفونها اشعلت موريتانيا الآن في إعداد الدول الآمنة في منطقة تفتك بها الحروب الأهلية والتفجيرات والتناحر بين أهلها. المحور الثاني هو محور البنى التحتية، وتعرفوا أعلن هذا اللي شهدته موريتانيا في هذه السنوات من شبك الطرق ومن المياه ومن الكهرباء لكل قرية هون في الركيز. قليلة قرية ما شاهد الكهرباء، وتعرفوا هاي الطريق اللي عادت في الركيز واللي هي أوشكت على النهاية تقريبا خلال 6 أشهر لها تنتهى. أعطاه هو أوامر أنها تنتهى خلال 4 أشهر، ومبارك معها لها تنتهى إن شاء الله قريب.
وقضية المزاد وتعود شفتوه، وشفتوا تأهيل الأحياء العشوائية، وشفتوا ذيك القفز اللي خلقته مجال الطاقة، سواء كانت الطاقة الأصلية ولا الطاقة المتجددة اللي هي ذيك للترياح وللطاقة الشمسية. فهم ملي مشاريع كبرى شفتوها، كيف المركب الجامعي وكيف مطار المكشوط وكيف الطاقة المصنع اللي هي المحطة الهجينة هذه اللي تولد، اللي مشتركة بين الطاقة الكهرباء هو والغاز، النفط هو والغاز. فهم ملي شين قالوا كرامة الموريتانيين احفظها لهم رئيس الجمهورية. تعرفوا ذوك الموريتانيين اللي كانوا عالقين في ليبيا وفي كوت ديفوار وفي افريقيا الوسطى واللي ارتسلوا لهم الطائرات وانجابوا، وتعرفوا ابناء اهل موريتانيا اللي كانوا في غوانتانامو وكانوا في معلقين في ايران وفي دول وفي غزه، وتعرفوا انه كيف الرئيس اهتم بهم وجابهم، وهذا فيهم واحدين من ابناء الركيز من اهل الركيز. فلذلك فم الحقيقه كرامه الانسان الموريتاني ومحافظه على الانسان الموريتاني، هذه ما رايتوها قبل رئيس الجمهوريه. فهم اللي شيء على مستوى العلاقات الدبلوماسيه، موريتانيا عادت ترأس في ظل القمه الافريقيه ومنظمه الاتحاد الافريقي، ورأسه في ظل الجامعه العربيه، وترأست ملي حلول ووساطات دولية، وقوات موريتانيا عادت موجودة في قوات الأمم المتحدة في حفظ السلام في ياسر من الدول، وكرمت في عهده هو. فم ملي إنجاز آخر في مجال فم إنجاز ثاني لا هنا نذكروه، في مجال اللي قالوا التدخلات الاجتماعية. تعرفوا ذاك اللي خلق في قضية أمل، وتعرفوا ذاك اللي خلق وموضوع مفوضية الأمن الغذائي، وتعرفوا ذاك اللي خلق وفي موضوع الطب وموضوع التعليم وذيك الأمور بصفة عامة. هذه كلها إنجازات أنتم تعرفوها، وهذه الكيز راو منها نصيب، راو منها اللي تحدث عنه النايب وفي موضوع الاستصلاح الترابي اللي استصلحتهم. تعرفوا ذاك الاستصلاح اللي خلق في تخيل في داخل تنشيكان، وذاك اللي خلق في بقمون، وذاك اللي لاهي يخلق دارك في ركيزه 3500 هكتار. وتعرفوا هاي الطريق اللي وذاك اللي انعكست عليه في الاجره اليوميه وفي النقل بينهم ونواكشوط، وفي نقل المرضى وفي نقل فتره لاحقه الخضروات والمنتوجات الزراعيه. هذه انجازات الحقيقه انها خلقت في ظل هذا النظام، وانتم اهل الركيز رايتوا منها ياسر، ولذلك ترتب عليها وصيه هي ان اوصيكم انكم تتمسكوا بالرئيس محمد عبد العزيز، ادعموا الرئيس محمد عبد العزيز واوصيكم به، تدعوا له الله عن ظهر قلب وتتمسكوا به وتدعموه، لا يفصلكم عاشي. اوصيكم محمد عبد العزيز واشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله.